السلام عليكم، ازيكم؟ احنا النهارده ان شاء الله ناويين ان شاء الله نبدا كورس بيج داتا انجينيرنج ان ديبس. الكورس ده احنا بقالنا فتره كبيره بنحضر له، نتمنى ان شاء الله ان هو يكون كورس مفيد ويساعد الناس في المجال. طيب الكورس بتاعنا عنوانه بيج داتا انجينيرنج ان ديبس. لو جينا شفنا العنوان هنلاقي ان احنا حاطين بيج ما بين قوسين، واحنا قاصدين نحطها بين قوسين لان احنا بنشتغل على داتا انجينيرنج كونسبت وبنطبق على بيج داتا، على سمول داتا، على اي ايديا هي مش فارقه بالنسبه لنا. ودي نقطه مهمه جدا، احنا في الاول وفي الاخر بنشرح داتا انجينيرنج، بيج داتا مش بيج داتا مش هي دي النقطه بتاعتنا. النقطه الثانيه احنا حاطين زي سلوجان كده from beginner to professional، ان احنا عايزين نبدا من ليفل beginner، يعني حد دوبك فيه شويه نوليدج عن البروجرامينج، وبعد كده هنوصل ان شاء الله مع بعض بخطوات ان احنا نوصل نبقى بروفيشنال في المجال. اعرفكم نفسي، انا مصطفى علاء محمد، انا سينيور بيج داتا انجينير ات بام سيستمز. انا عندي حوالي 6 سنين اكسبيرينس في المجال. ده لينكد ان بتاعي، جيت هاب، تويتر بتاعي. واحنا ان شاء الله ديورنج الكورس هنبدا نتكلم على ايه هو التاسكس اللي بتحصل في البيج داتا انجينير. طيب لو جينا نتكلم هنا ايه الكورس انتروداكشن بتاعنا هنقدمه النهارده، ايه الكورس جولز بتاعتنا، الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها في الكورس ده. اول حاجه بنتكلم عليها هنا ان احنا عايزين نبني الداتا مانجمنت سكيلز، نبدا نفهم او نشرح مع بعض ايه الداتا مانجمنت لايف سايكل، واحنا ليه بنستخدم داتا مانجمنت، والسايكل بتاعتها بتبتدي ازاي اند تو اند. ودي نقطه مهمه جدا بنبني عليها الكورس، دي اكتر حاجه او من اكتر الحاجات اللي احنا بنبني عليها الكورس بتاعنا. النقطة التانية بتاعتنا هي الديستريبيوتد سيستم. الديستريبيوتد سيستم هي نظم موزعة، أي حاجة بتبني على لارج سكيل ابلكيشن لازم مبنية على الديستريبيوتد سيستم. فاحنا هيبقى الجزء وشابتر مهم جدا عندنا في الكورس هنا بعد الانتروداكشن للداتا مانجمنت هي الديستريبيوتد سيستم. هنشرحها وهنوضح ايه الفرق بينهم. ونقطة مهمة جدا انت تبقى فاهم الديستريبيوتد سيستم هتساعدك انك انت بشكل عام تكون عندك فكره ما بين السيستمز المختلفه او فريم وركس مختلفه. بنيجي نتكلم قدام عن هدوب، عن كافكا، عن سباك، هنلاقي ان في الاخر في كومون اركتكشر احنا بنحاول نشوف ايه الفرق بينهم. لو انت فاهم ديستريبيوتد سيستم هتلاقي ان هم مش مختلفين عن بعض، ودي نقطه مهمه جدا. الجول التالت بتاعنا ان احنا نشرح البيج داتا تولز، هنشرح شويه فريم ورك زي هدوب، زي سباك، زي كافكا، هنشرح نو سيكوال داتا بيزز. فدي هيبقى جزء من البيج داتا تولز اللي هنشرحها ان شاء الله في الكورس بتاعنا. النقطة الرابعة المهمة هي الكودينج، ان احنا الكورس بتاعنا مش نظري بس، مش نقعد نشرح نظري او كلام نظري، مش هيبقى عندنا كودينج او ابلكيشن بنبنيه، لا احنا بالعكس هيبقى عندنا كودينج، هننمي الكودينج سكيلز مع بعض، عندنا شابتر بنتكلم على فانكشن بروجرامينج وعلى سكالا، فهيبقى جزء من الكورس بتاعنا هو الكودينج. برضه بعد ما هتطبق الكودينج احنا مش هنبني سيمبل ابلكيشن ونقول خلاص بقى روح جرب بقى على الريال وورلد ابلكيشنز. طبعا ده نقطه مهمه جدا، ناس كتير جدا بتشرح بتقول يا جماعه احنا ازاي نبدا بالكورس وازاي نبني الابلكيشن، بس تيجي تطبق عملي بتلاقي الواقع مختلف. فاحنا مع بعض هنبني كومبلكس ابلكيشن، هنشوف ازاي نبني ستريمنج مثلا ابلكيشن وذ بيج داتا، هنسيموليت مع بعض بيج داتا وهنشرح البيج داتا ابلكيشن بتبني ازاي، هنشرح المشاكل العيوب ازاي تتخطاها، ودي نقطه مهمه جدا في الكورس بتاعنا. النقطة الخامسة هي الداتابيزز. احنا هنا الداتابيز احنا مش بنشرح داتابيزز، يعني احنا مش نقعد نشرح الداتابيزز فروم سكراتش، لا احنا هنا بنشرح على الداتابيز از ستورج، يعني ازاي نستخدم الداتابيز دي في الجزء بتاع الداتا انجينير، ايه علاقتها، ازاي نختار الداتابيزز. هنشرح جزء من الشابتر بتاعنا هيبقى نو سيكوال، وهنشرح كاساندرا از اكزامبل، بس في الاخر احنا مش بنشرح بيور داتابيزز. ديف اوبس، الحته دي تقريبا حته مهمه جدا، ان احنا ازاي الناس دايما بتبني ابلكيشنز بس بتبقى عندها انفصام ما بين الناس، ازاي ابني ابلكيشن وازاي اوتوميت السايكل بتاعتي. ودي نقطه بصراحه شايف التميز اللي انا شفته بصراحه في اوروبا او بره، يعني وطننا العربي، يعني في الحته دي مش في الجزء اللي فات كله. دايما الناس ازاي من اول ما انت بتكميت الكود بتاعك لغايه ما تطلع برودكشن ازاي السايكل دي كلها اوتوميتد. فده هنشرحها مع بعض، هناخد اكتر من اكزامبل. مش هنشرح، هو الديف اوبس مش جزء نظري، هو جزء عملي، هيبقى عندنا يوز كيس كتير، هيبقى عندنا اكزامبلز، هيبقى عندنا لايف كودنج وديموز كتير جدا في الحته دي. احنا كده خلصنا التارجتس بتاعتنا بتاعت الكورس بتاعنا. ايه النكست ستيب بتاعتنا؟ احنا هنشرح دلوقتي ايه الليرنينج اوبجيكتيف والاودينس اللي احنا بنتارجتهم في الكورس ده. اول حاجه في شابتر 2 احنا يبقى عندنا في الداتا مانجمنت، يبقى عندنا اول حاجه بنسمبليفاي الكونسبت. دايما بيبقى عندنا
نفس الكونسبت بس بيتكرر اكتر من مره باكتر من اسم. فاحنا هنسمبليفاي الكونسبت، هنشرح مع بعض الداتا مانجمنت سايكل، هنشرح هي بتتبني ازاي، هيبقى عندنا هنحاول نحط شويه ديفينيشن عشان تيجي تذاكر حتى بعدين وتكمل بعدين يبقى الموضوع واضح بالنسبه لك المعاني والمصطلحات ماشيه ازاي. شابتر 3 هنتكلم فيه على الديستريبيوتد سيستم. لازم احنا الشابتر ده هننفست فيه بشكل كويس ان احنا نوضح الديستريبيوتد سيستم كونسبت وازاي المكونات بتاعتها وازاي تبني ديستريبيوتد سيستم، ومع بعض هنبني سيمبل ديستريبيوتد سيستم وهنشوف ازاي الموضوع ده بيتبني. في شابتر 4 و 6 احنا هنشرح مع بعض الاي تي ال، هنشرح اي تي ال سايكل وهنشرح ازاي تبني اي تي ال باتش او ستريمينج. احنا ايا كان هو الاي تي ال بيطبع على باتش او ستريمينج في شويه كومن تاسكس بتتم مع بعض، فاحنا هنشرحها وهنشرح الديستريبيوتد سيستم زي هادوب وزي سبارك. ده في شابتر 4 وشابتر 6. شابتر 5 هو هيبقى فانكشنال بروجرامينج وسكالا، فهو في حد ذاته مش بارت من الاي تي ال بس هو اساس شابتر 6. شابتر 6 و 7 برضه هنتكلم فيه على الكيو اي والتستنج، ازاي نعمل تستنج، ازاي نعمل كيو اي. هنا في جزئين ناس بيختلط على الامر، هي حته الكيو اي از بارت من الديفلوبمنت سايكل، وجزء الكيو اي از ا تاسك فور اذر تيم فور تيستنج. فاحنا هنشرح الاثنين، نشرح ازاي انت كديفلوبر تبني يونت تيستنج وانتجريشن تيست ليك از ا ديفلوبر، وهنشرح الناس شغاله في كيو اي ازاي ان هم ممكن يبنوا فريم ورك تيست شغل بتاع البيج داتا او الداتا انجينيرنج. في شابتر 7 هنشرح ان احنا هنبني مع بعض ريال وورلد اكزامبل، ودي نقطه ان شاء الله هنبنيها في شابتر 7. اوكي هنبني برضو حته هنا نتكلم فيها، هنبني ماشين ليرنينج، بس احنا هنا مش هنشرح ماشين ليرنينج از ا ساينس، بس هنشرح ازاي نطبقها باستخدام ريدي فريم ورك على البيج داتا او على الداتا بشكل عام. شابتر 9 و12 هنشرح فيهم ازاي تبيلد وتسكيل الابلكيشن بتاعتك، هيبقى عندنا ازاي نبني اوركستريشن للداتا، ازاي نبني اركتكتشر لشكل بسيط وازاي نسكيله، ودي هيبقى ان شاء الله جزء من الشابتر بتاعنا. في ابندكس اتش بتاعتنا احنا هيبقى عندنا جزء على ديف اوبس. طب مش من ابندكس اتش يعني في اي وبي، في بقيه الابندكس هنشرح بعدين هما بيتكلموا عن ايه، بس ده جزء من الليرنينج اوبجكتيف بتاعنا ان احنا نشرح ديف اوبس سايكل والناس تعرف اوتوميت الشغل بتاعها ان تو ان، وده هيبقى ان شاء الله في ابندكس اتش. اوكي هنا احنا عشان عارفين ان وقت الناس مهم يعني، فعشان نبسط الدنيا احنا عملنا زي سلايد. سلايد دي اللي هي الفيديو كلاسيفيكيشن، دايما هتشوفها وانت بتشرح وانت قبل بدايه كل فيديو، السلايد دي بتشرح لك الفيديو ده شكله عامل ازاي. طيب لو شفنا الرو الاولاني في التيبل هنا هنلاقي ان هو بيتكلم على ايه، كمبيوتر ولا تابلت ولا جاست ليسن، دي الطريقه اللي تسمع بيها الفيديو. هل الفيديو ده محتاج تسمعه على كمبيوتر عشان في كودينج او في حاجه محتاجه تركيز زياده، ولا تابلت يعني انت ممكن في المواصلات تشوفه بحيث ان هو بس في كلام بس عايز تشوف شويه فيجرز، ولا جاست ليسن لو انت سايق حتى ممكن تشغله وخلاص. ده الجزء الكلاسيفيكيشن الاول. الجزء الثاني هو الكلاسيفيكيشن مين الاودينس بتاعنا، هل هو ديفلوبر فهو شغل كودينج بيور او في ديفلوبمنت كتير، ولا ديف اوبس هو شغل معظم اوتوميشن ولايف سايكل، ولا بيزنس وانت ازاي تفكر في الايديا بتاعتك والكلام ده. حاجه كمان او الفاكتور الثالث هو اللينس بتاع الفيديو، هل هو شورت اللي هو جرين، ولا ميديوم اللي هو بلو، ولا هو لونج اللي هو ريد. طيب لو اخدنا اكزامبل الفيديو بتاع النهارده احنا بنعتبر ان هو فيديو شورت وهو لكل الناس وممكن تسمعه بس، فاحنا عملناه بلو جاست ليسننج لكل الناس. طيب اخر حاجه نتكلم عليها في الفيديو النهارده هو مين الاودينس بتاع الكورس بتاعنا. اول اودينس هنتكلم عليهم هم البيج داتا انجينير. انت كبيج داتا انجينير ممكن يكون عندك شويه نولج عن بعض الحاجات، الكورس ده ممكن يساعدك انك انت تعرف شويه تولز مختلفه، تزود البيزك نولج بتاعتك في الثيوريتك باك جراوند، وانك انت برضو تشوف الديف اوبس سايكل ازاي تبني في خلال البيج داتا. تمام ده كجزء لو حد بيج داتا وعايز يكستند النولج في الحته دي. النقطه الثانيه هو الداتا وهاوس، لو انت راجل داتا وهاوس انجينير وحاليا شغال بقالك 10 15 سنه بس عايز تعرف ايه التكنولوجي واحد للبيج داتا، ايه الاختلاف، ايه الديفرنس ما بين الكونسبت، فالكورس ده هيتارجت الحته دي وان شاء الله هيساعد في الجزء ده. الجزء الثالث سوفت وير انجينير، انت شغال جافا شارب وات ايفر التول شغال بيها وعايز تموف تجاه البيج داتا والاناليتكس وعايز تشوف ايه الاختلاف وازاي اموف في الحته دي، الكورس هيساعد في الحته دي. الجزء الرابع هو ديف اوبس انجينير، انت شغال سبورت او شغال ديف اوبس، مش معناه سبورت ديف اوبس راجل مسؤول عن اوتوميشن وعايز تشتغل في البيج داتا بروجكتس، فاحنا هنا الكورس هيساعدك انك انت تاوتوميت الشغل بتاعك وتبقى
في جزء الاوتوميشن ده، وهيساعدك تعرف اللايف سايكل تبين ازاي، وايه التولز، وازاي تقدر تمونيتور، وكل الكلام ده. اخر حاجه البيزنس والانتربرنور، اللي هما ازاي انك انت عندك فكره، ازاي ممكن تطبقها، ازاي الافكار، ازاي تبني برودكت باستخدام الداتا. فالكورس ده ان شاء الله هيبقى من الجزء التارجت بتاعه ان احنا هنتكلم عن الموضوع هو ده اخر جزء في الكورس بتاعنا النهارده. احنا النهارده اتكلمنا على الكورس انترودكشن والجولز بتاع الكورس والاوبجكتيف والاودينس اللي احنا عايزينهم. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله يكون كورس انترستنج ليكم. ان شاء الله السلايد او الفيديو الجاي نتكلم ازاي تجيت الماكسيمم بنفيت فروم ذيس كورس. اشوفكم الحلقه الجايه. شكرا، سلام عليكم.